كل الشعب المصري، كل الرياضيين، كل المهتم بالرياضه وبالكوره وتاهل المنتخب لكاس العالم. النهارده كان في قرعه اخر التصفيات او قرعه تصفيات. النهارده كل الناس كانت مستنيه مصر هتروح فين، مصر هتلاعب مين. مصر هتلاعب غانا، هتلاعب تونس، هتلاعب الجزائر، هتلاعب نيجيريا، هتلاعب سهل عاج. كل واحد كان بيتوقع اللي نفسه نقابل الجزائر علشان يعني يقول ان احنا نعوض الخساره بتاعه الماتش اللي فات، اللي نفسه ان احنا نقابل فرقه لا بيقولوا غانا كعبها عالي علينا. المهم ان في النهايه القرعه اوقعت مصر مع غانا في المرحله النهائيه لتصفيات كاس العالم، اخر اللقاء، لقاء الذهاب والعوده، اخر ثلاث ساعات في مرحله التصفيات لكاس العالم. النهارده الناس ما بين فرحان ما بين حزين، واحد بيقول النهارده ان غانا فريق تقيل، غانا فريق كبير جدا، واحد النهارده بيقول لا غانا احنا دايما كعبنا عالي عليها. 2010 في انجولا جده ما تنسوش. النهارده اقوى تصريح كان لبرادلي، برادلي النهارده الحقيقه كان ليه تصريح كبير جدا وقال غانا فرقه كبيره، مصر فرقه اكبر. قال انا ما عنديش اي مشاكل، انا كنت مستعد النهارده ان انا اواجه اي فريق من التسع فرق. الراجل ما كانش عنده النهارده اي ازمه. اللقطات اللي احنا شايفينها قدامنا دي كانت لقطات النهارده خاصه الملاعب اليوم من القرعه او من مقر الاتحاد الافريقي ب 6 اكتوبر. كابتن هاني ابو ريده والمجموعه الحقيقه كانت موجوده. هنتكلم النهارده كتير جدا عن القرعه. عايز اقول لكم النهارده كان في حاله سعاده تامه لرئيس الاتحاد الجزائري الحاج محمد الرراوه، وكان سعيد جدا ان الجزائر وقعت مع اثيوبيا وان الجزائر ما قابلتش مصر. كان اعتقد النهارده برضو الاستاذ جمال علام كان ليه تصريحات كثيره النهارده وقالت احنا ما نقلقش من اي فريق سواء غانا سواء اي فريق تاني، ما عندناش الحقيقه اي مشكله. النهارده برضو اعضاء الجهاز الفني وليد مهدي، كابتن ضياء السيد، كابتن زكي عبد الفتاح، كل الناس النهارده كان عندها تفاؤل. الغريب بقى والحاجه الحقيقه اللي تدي امل ان جميع اللعيبه النهارده من الكواليس، كابتن محمد ابو تريكه، كابتن وائل جمعه، احمد فتحي، كل الناس بدون يعني القاب، كل الناس النهارده بعد اختيار غانا سعداء جدا، عارفين النهارده ان هم كعبهم عالي في الحته دي، عارفين ان حظهم عالي في الحته دي، عارفين ان الحته المهاريه بتفرق في الحته دي. كانوا يعني بيقولوا نبعد عن الجزائر ونبعد عن تونس للحساسيات، الوضع السياسي دلوقتي ممكن يخش، ولكن خلاص غانا بعيد عننا، الامور هتبقى ميسره بالنسبه لنا، ممكن دي تكون دفعه ان شاء الله باذن الله ان نلعب، خصوصا ان القرعه كمان خلت الماتش الاول يوم 15/10 في غانا، والماتش الثاني 15/11 ان شاء الله هنا في مصر. تكون فرصة عندنا، أي نعم عندنا أزمة إن لازم قبل 20/9 إن إحنا نبعت. هنلعب اللقاء فين؟ هنلعبه في استاد القاهرة، وأعتقد إن من الصعوبة، بس اتحاد الكرة يحاول ويحاول استماتة كاملة من الأستاذ جمال علام والكابتن حسن فريد أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة بالأكمل، ولكن البديل هو استاد برج العرب. كل الناس عندها طموحات يلعبوا في برج العرب، يلعبوا في برج العرب بجمهور. عايز ياسر تاني يجيب لنا اللقطات، مش لقطات القرعة، لقطات النهارده الناس وهي بره، الكابتن هاني ابو ريده، الكابتن زكي عبد الفتاح، كل الناس النهارده كانت موجوده. يعني النهارده شعورهم عامل ازاي؟ هعلق لكم على القرعه وهعلق لكم النهارده على الكلام، وعندنا من الكواليس كتير. نروح بس مع ياسر عاصم الاول. طيب نروح الاول نشوف اهم عناويننا. طيب انا عايز ارجع لقطات تاني، بس نروح نشوف اهم عناويننا ونرجع. النهارده استقبالات الناس كانت عامله ازاي خارج الصندوق او خارج القاعه. النهارده الاستاذ جمال علامي احنا شايفينه رئيس اتحاد الكره يبتسم، واضح ان هو يعني في ارتياح. الكابتن هاني ابو ريده الحقيقه النهارده هو داخل. عايز اقول لكم برضو الحقيقه الكابتن هاني ابو ريده ووليد مهدي، مصطفى طنطاوي، يعني الحقيقه مجموعه من الشباب او من الكوادر اللي ان شاء الله باذن الله، النجم احمد المسيري زميلنا في قناه الحياه. عايز اقول لكم ان الكابتن هاني ابو ريده يعني من مميزاته هو ده اللي بيتميز بيه، التواضع مع الناس، استقبال الناس، الضحك برضو زي ما انتم شايفين. كل الناس بره اهو، يعني كابتن زكي عبد الفتاح، مستر باب برادلي، مجموعه الحقيقه من الناس، زميل عبد الرحمن مجدي. عايز اقول لكم عبد الرحمن مجدي كان عضو في الجهاز النهارده، هو يعني كان تربطه علاقه كويسه جدا بمستر برادلي، بس اتجه للاعلام وساب الجهاز الفني، ولكن هو موجود النهارده برضه بشعور طيب. يعني الحقيقه دي برضه اجواء كويسه، او اجواء يعني بتدي نوع كده من البهجه عشان الناس ما تبقاش زعلانه، الناس ما تبقاش مكشره كل حاجه ياس، الناس ما عندهاش امل لبكره. احنا في الرياضه زي ما قلت لكم كتير قبل كده، احنا ما عندناش الحته دي، احنا في الرياضه دايما عندنا امل. في عز الصعوبات نطلع كده ونحلم ونقول احنا هنوصل كاس العالم، احنا ما بيهمناش
في عز المشاكل والازمات نقول ان شاء الله هنلعب على برج العرب، يا رب نلعب على استاد القاهره. الناس تقول لك يا عم الناس دي في وادي واحنا في وادي، الناس دي مش حاسس، احنا حاسين بكل حاجه بس بنتحرك. لعبنا الدوري وجزء كبير منه السنه اللي فاتت رغم كل الظروف اللي عدت بيها مصر، رغم كل الكلام اللي كان في الناس بتقوله، لعبنا رغم كل الازمات كل المشاكل. عندنا امل ان احنا نلعب برضه في استاد برج العرب وسط جمهورنا وسط 50-60 ألف عشان نوجه رساله للناس، نقول لهم هنتأهل لكأس العالم هنا من استاد برج العرب من مصر، مش هنتأهل ان شاء الله باذن الله من حته ثانيه، هنتأهل من مصر والمسؤولين هيسمعونا، وزاره الداخليه هتأمن، الجيش هيسمح، معلش هيجي، مع ان عارفين الظروف، عارفين الظروف اللي بتعدي بيها ومقدرين، مقدرين الداخليه في ايه والقوات المسلحه في ايه، ولكن هيسمحوا لنا ان شاء الله باذن الله نلعب في استاد برج العرب، هيسمحوا لنا ان الشعب يفرح من هنا ويبتدي من هنا. دي القرعه اهي ياسر عاصم جايبها لنا، مصر وغانا، تونس الكاميرون، الجزائر بوركينا فاسو، نيجيريا اثيوبيا، كوت ديفوار والسنغال. اقوى اللقاءات النهارده، اقوى اللقاءات النهارده ساحل العاج والسنغال هو هيبقى اقوى اعتقد المواجهات. مصر وغانا لقاء طبعا قوي جدا، ولكن من ناحيتنا احنا مش شايفين غير ان مصر هتكسب ان شاء الله، ما بنتمناش التوفيق غير ان مصر تكسب عشان الامور تبقى واضحه، يعني عندنا روح رياضيه، عندنا كل حاجه، بس احنا مش شايفين غير ان شاء الله مصر تكسب، مش شايفين غير احنا رايحين كاس العالم، مش شايفين ان احنا ان شاء الله باذن الله هنتاهل، هنطلع غانا هناك وهنكسب ان شاء الله، حتى لو رجعنا بالتعادل، حتى لو باي نتيجه هيبقى عندنا فرصه في الرجوع ان احنا نتاهل هنا والامور تمشي. عايز اقول لكم ان اللقطه دي برده لازم احنا نتعلم منها كمسؤولين، كاتحاد كوره، كالناس اللي بتعمل قرعه كاس مصر، كاس دوري، عندنا لقطات من كاس مصر هنا لو موجوده عند ياسر عاصم، الحقيقه حاجه زي ما انتم شايفين، حاجه مشرفه، حاجه تفرح، حاجه تليق بالاتحاد الافريقي، حاجه تليق بالدول الكبيره اللي بتشارك. برده عايزين نشوف في مصر بعد كده دايما القرعه تبقى بالمستوى ده، تبقى بالشكل ده، يبقى فيه عنصر احترافي. خلاص احنا النهارده داخلين على دوري المحترفين، النهارده مصر كبيره، ملاعب، بنيه تحتيه، العاب، النهارده لاعبين باسعار كبيره، فلازم نعرف الحقيقه يعني ننظم البطولات دي. انا شخصيا مواجهه غانا ان شاء الله باذن الله ما تقلقنيش، مواجهه غانا حاسس ان احنا هنخلص بدري، الناس النهارده حاسه ان غانا فرقه تقيله، المسؤولين النهارده بيقولوا غانا فرقه تقيله، غانا فرقه كبيره، بس هم الناس احنا في مصر عندنا ظروف، بس احنا فرقه كبيره قوي، احنا معانا جده بتاع 2010 وبتاع انجولا، احنا معانا ابو تريكه، معانا شريف اكرامي بتاع لكم، معانا جديد، معانا سيد معوض، معانا ناس احنا ما بيهمناش، ان شاء الله باذن الله هنعدي، ان شاء الله باذن الله هنكسب مع مستر برادلي، احنا المنتخب الوحيد اللي جايب العلامه الكامله في التصفيات، احنا المنتخب الوحيد اللي بيكسب بره ارضه وجوه ارضه، ما تعادلناش ولا ماتش، فداخلين اللقاء ده واحنا مش هممنا، ان شاء الله باذن الله هنعدي، وزي ما قلت لكم الحلم الكبير ان نوصل كاس العالم، الحلم الكبير كمان ان احنا نوصل كاس العالم من برج العرب ان شاء الله، من اسكندريه وسط 50-60 ألف قاعدين، وسط كل المسؤولين، وسط وزير الرياضه هو قاعد، وسط مندوب من رئيس الجمهوريه، وسط المسؤولين، وسط كلنا واحد في مصر من غير ما نتقسم، وسط الجمهور المحترم اللي هيسمع التراس وايت نايت، كل الناس هتبقى مسانده المنتخب، مش بس عشان المنتخب يوصل كاس العالم، علشان 5-6 اهداف كبار ان المنتخب يوصل كاس العالم، ان نقول للعالم كله ان مصر بلد الامن والامان، ان نقول ان مصر فيها رياضه، ان الكوره ترجع تاني، كل واحد عايز المصلحه او كل واحد بيسعى ان المصلحه بتاعت البلد دي تطلع، او مصر يبقى اسم كبير، او مصر تروح لقدام، لازم يقف في التوقيت ده، يقف جنب البلد. اعلاميين كله يتخلى دلوقتي عن مين شتم مين ومين عامل مشكله مع مين. اتكلمنا كتير جدا في الملاعب اليوم، قلنا كلنا واحد، كان معانا الكابتن ربيع ياسين، والكابتن ربيع ياسين من امبارح يقول احنا كلنا واحد، تفرق كتير، تفرق كتير، لان كان هناك ليه عده كلام وعده اتهامات، ولكن الراجل بيقول مصر فوق الجميع بمنتهى الاحترام، بيقول مصر قبل اي حاجه. لازم الناس تسمع، ولازم الناس تفهم، ولازم الناس تتعلم. نروح كمان للكابتن هاني ابو ريده ونشوف الكابتن هاني ابو ريده النهارده بيقول ايه، ونرجع لكم تاني.